الشنطة بتاعتي هيكون شكلها بالشكل ده اهو. تمام. والسوستر هتكون هنا. تمام. الشنطة بسيطة جدا وسهلة جدا جدا، ما فيهاش اي خطوات معقدة، ولكن احنا يعني بنخاف شوية، يعني لو بطلنا خوف هنوفر كتير قوي قوي من الحاجات الجاهزة اللي هي غالية جدا. ده حزام اهو، عايزة اقول لكم ان دي كلها باتنين جنيه، دي كلها كده باتنين جنيه. تمام. طيب اهي بتتباع فين؟ بتتباع عند الناس اللي بيبيعوا الابر والخيوط والحاجات بتاعة المكنة. مش موجودة عندك، ممكن تشوفي اي شنطة قديمة، شنطة السفر، شنطة الهاند باج، هتلاقيها عندك في البيت بالشكل ده متوفرة ان شاء الله. طيب سوستة اي مقاس، احنا هنقص الباقي اهو، برضو ثمنها 3 جنيه، يعني دول كده على بعض 5 جنيه. تمام. ودي واحدة موجودة عندي، او لو مش عندك دبدوب، اكيد في كل البيوت في دباديب بالشكل ده. وبكده احنا لغاية دلوقتي ما كلفناش اي حاجة. نخش بقى على التكلفة. ده نص متر من الفر، نص متر من الفر ب40 جنيه او ب30 جنيه على حسب، يعني انا لما بقول رقم ده مش معناه ان هو هيكون موجود في كل مكان، لا بتختلف من محافظة للتانية، من محل للتاني. تمام. البطانة اي حاجة موجودة في البيت، اي قماشة موجودة في البيت عشان تبقى من جوه. تمام. نبتدي بقى على بركة الله. حرفيا هتحتاجي ربع متر بس من الفرق، شايفين ده المفروض ان هو نص متر اهو، كله اهو، فانت مش هتحتاجي غير بس ربع متر. وهكذا نفس الحكايه البطانه، والبطانه عشان من جوه ما يشترطش ابدا ان هي تكون بقماشه تشتريها، يعني ممكن اي حاجه في البيت. تمام. طيب المقاس، طيب المقاس هنقول 28 29 عشان الخياطه، 29 عشان الخياطه. المهم في الشنطة دي انك تقدري تكبريها، تقدري تحددي المقاس اللي انت عايزاه. انا كده حاطه البطانة على الفرن. لما بتشتري الشنطة الجاهزة معظمكم عارف كده بتبقى صغيرة جدا. لو حطيتي علبة الاكل او اللانش بوكس زي ما تسموه، ما بتلاقيش مكان لأي حاجة تانية، لا الكتب ولا لأي حاجة تانية بصراحة. طيب يبقى العمل اليدوي هيشجعك وهيخليكي تعملي الحاجة اللي انت شايفة ان هي مناسبة، وطبعا جاهزه مش هتبقى كده. 29 باخد كده عشان مقاساتي تكون مظبوطه. التعامل دائما مع المبتدئات اهو، 29 بالشكل ده. انا كده عملت بس مستطيل. خبري الشنطه زي ما انت عايزه، ممكن تبقى شنطه للدرس كمان شكلها حلو كده اهي. شايفين انا عملت ايه؟ طيب انا باخد نص المسافه، مسافه 14.5 اهي، النص ده كده، وبطلع يعني ايه، خلينا انا شايفه ان هي كبيره كده شويه، طيب خليها كده بقوس دائريه بالشكل ده اهي، سهله جدا. ولو عايزه تعمليها مستطيل وتريحي نفسك مفيش اي مشكله. تمام. طيب انا هقص الكلام ده. طيب اهو مراجعة سريعة، مستطيل ما عملناش غيره، طوله بالظبط 29 وعرضه 29، ولكن عملنا دوران بالشكل ده اهو، ودي طبقة الفر، ودول الطبقتين بتوع البطانة. والبطانة قلنا لا يشترط انك تشتري قماش، وتكلفة القماش الفر يعني المتر ب80، انت محتاجة ربع ب20 جنيه بس. بس محتاجة اقص شريط بالشكل ده اهو، برضو بالبطانة اهو، نفس المقاس ده كده عشان يكون القاعدة بتاعة الشنطة اهو، وخلاص مفيش اي حاجة تانية. تعالوا نخيطها مع بعض علشان نشوف شكلها كده. انا كده هخيط البطانة اهي، اتأكدي من لون الخيط. في حاجة هنا عشان قاعدة الشنطة، ده ورق فضيين بس بتاع الياقات اللي هو ناشف، يعني لو مش يعني لو مفيش ممكن ورقة كرتونة عادي اهو،
بخليه كده في النص، وطبقه الفرو عليه من فوق والطبقه الثانيه من تحت. تمام. طب اثبت دول عشان لما اجي اركبهم ما يتحركوش مني. اهو ثبتناهم في بعض عشان لما اجي اركب ما يتحركوش. تمام. طيب هنا عندي جزء البطانه اهو، بالشكل ده مع جزء الفرد. اهو همسك الاطراف من بعض، ولو خايفه ان هما يعني يتحركوا منك ثبتيهم الاول. بصوا بعمل ايه، الفرو ده هنا جوه لان دي قاعده الشنطه، لكن ده الوش اللي بره. تمام. فانا بخيط كده اهو، او لو حابه الاثنين يكونوا كلهم زي بعض مفيش اي مشكله اهو. بخيط كده اول طرف هاخد الطرف الثاني بنفس اللي انا عملته اهو. الحكايه سهله جدا جدا يعني، مش مشكله بقى البطانه معدوله مقلوبه، يعني في النهايه هي بتبقى من جوه. تمام. اهي بعمل كده فيبقى معايا بالشكل ده قلب الشنطه كده، وعندي الجزء ده والجزء ده كده مع بعض. وخيط اهو بالشكل ده. لو حابه تعملي خياطه خارجيه تمام، مش حابه خلاص مفيش اي مشكله. بركب الاجزاء دي كده ببعض علشان نركب السوسته. انا هخيط من اول هنا، سيبيلي بقى الجزء ده دلوقتي عشان اقولك هتخيطيه بالشكل ده اهو. يعني انا ما بخيطش كده بالطول، لا انا باخد الجزء ده كده اهو بالشكل ده. تمام. يعني الاسهل ان احنا ناخد الجزء ده كده الاول، وهوريها لكم حاجه حاجه. خيطها اهي، دي شنطه للمبتدئين جدا جدا جدا. تمام. لا فيها فينش ولا فيها اي حاجه صعبه ولا فيها اي حاجه مرهقه، ولكن عشان تشجعك تعملي شنطه بايديكي. تمام. وباخد الجزء ده اللي انا قلت لكم عليه اهو، باخده بالشكل ده اهو. خلاص خيطنا زي ما قلت لكم الجزء ده كده بنخيطه بالشكل ده، والجزء ده بنخيطه بالشكل ده. تمام. طيب هركب الدراعات دلوقتي والحزام والسوسته عفوا اهو. شوفي بعد ما اتعدلت اهي، هو ده الجزء اللي احنا بنحط فيه الحاجات الكتب والحاجات. دلوقتي هنركب السوسته والحزام. السوسته كبيره شويه بس طبعا هشيل الزياده بعد ما نركب اهي. ده كده ظهر السوسته، وهنا بقى هناخد بس الطرف ده طرف الفرو، ونقفل بطرف البطانه عشان ما تعقش السوسته واحنا بنفتحها. تركيب السوسته سهل جدا جدا، في اكتر من فيديو في القناه، في فيديو اسمه تحدي تركيب السوسته، سهل جدا اهو. الفرو بيتخيط بسهوله مفيش اي مشكله فيه. انا كده خيطت طرف الفرو كده، البطانه اهي، فبتيجي بتروحي تانيها على الجزء ده. تمام. فبتثنيها كده، ادي الفرو متخيط، باجي واروح تانيه الجزء ده كده بالشكل ده. تمام. اهو زي ما انتم شايفين تركيب السوسته سهل جدا. هنركب الحزام اهو، تيجي بقى في الجزء ده كده الاعلى في الظهر بالشكل ده. دي شنطة كيجي، عايزة تحطي علاقة حطي، مش عايزة هو في الغالب الأم هي اللي بتشيل الشنطة، ما افتكرش ان الولد اصلا او البنت بيلبس الشنطة اساسا، احنا اللي بنشيل الشنطة اهي. تقدري تحطي اي شكل فيها او العلاقة، انا بس بديكي الفكرة، واكيد الابتكارات الافكار الحلوة
هتعمليها بمجرد بس ما تبدأي. تمام؟ اهو بتحددي بقى الطول المناسب. خلينا نقص كده. هتقصي طبعا على قد ايديكي لان انت اللي هتشيلي. ممكن تدخليها في الجزء ده، نفكها كده وندخلها فيه، وممكن تتنيها، فانا هفكها عشان تكون افضل. اهو دخلناهم من جوه، هنخيطهم بقى كويس قوي ونعيد ونزيد عليهم علشان ما يتفكوش. وده الفرق ما بين الحاجه اللي بتعمليها والحاجه الجاهزه. الحاجه الجاهزه على طول بتتقطع، لكن اللي بتعمليها من ايديكي بتفضل لانك بتهتمي بيها. الشنطه اهي متينه وقويه، دي القاعده بتاعتها، ده الوش بتاعها. يتبقى معانا اخر جزء وهو الدبدوب عشان يديها الشكل الحلو اللي انت بتروحي تشتري الشنطه بالشيء الفلاني بره عشان خاطر الدبدوب بس اللي عليها. تمام؟ تقدري تحطي اي شكل كرتون بيحبه الطفل اهي من جوه. تقدري تكبريها او تصغريها زي ما انت عايزه. المسدس بتاعك سخن جدا اهو، تلزقي وكتري في الشمع بس عشان تمسك. ايدك من جوه سبتيها جامد عشان تنشف. الشنطة اهي زي ما انتوا شايفين. فريدة حطت حاجات الدرس بتاعتها اهي. الشنطة عجبتك يا فريدة؟ اروح بيها الدرس؟ يلا قول لهم باي باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.